اولا سعيد اني تشرفت انه التدشين كان عندي في ديزرت لونج، شرف لي بامانه وللطاقم كامل، وسعيد بتواجدكم من مهندسي التصوير، من حضور، من اعضاء شرف، من مقدمين الكاس الجميل هذا بامانه. واتمنى اكون في الايام القادمه احد الداعمين لل اي بطوله تكون معاكم ان شاء الله. ساعد بارك بهذه المبادره الجميله حبيبي، ان شاء الله راح تكون زياره عديده لك ان شاء الله. مرحبا بكم يا ابو محلكم مطرحكم، يعطيك العافيه، نتشرف. شكرا لك، حياك.